مفاجأة كبيرة حصلت الأيام الأخيرة دي بعد ما كل الوسط الفني صحي على خبر جواز هيفاء ماجيك المطربة المتحولة جنسيا من رجل أعمال قطري. فتعالوا معايا أعرفكم قصة هيفاء ماجيك مع التحول الجنسي وإزاي بعد ما كان اسمها صبحي عادل أصبحت هيفاء ماجيك وإيه هي تفاصيل حياتها العاطفية قبل الجواز. تابعونا للنهاية. هيفاء ماجيك هي مطربة وفنانة من مواليد 1990 بسوريا، لكنها فلسطينية الأصل واتنقلت للبنان لفترة من الوقت، وبعدها وبسبب رغبتها في التحول الجنسي سافرت لماليزيا لإجراء عمليات التجميل اللي تقدر من خلالها إنها تتحول من ذكر لأنثى. الفنانة هيفاء ماجيك كانت في الأصل راجل اسمه صبحي عادل، لكنها ما كانتش مقتنعة في يوم من الأيام بأنها راجل واتعاملت طول حياتها على أنها شابة، لحد ما قررت الخضوع لبعض العمليات التجميلية. حكت هيفاء ماجيك في أكتر من مناسبة عن الفترة الصعبة دي في حياتها بسبب الأوجاع النفسية اللي كانت بتحس بيها، لدرجة إنها كانت بتتمنى الموت ساعتها، ووصل بيها الأمر لإنها تاخد أدوية أعصاب شديدة المفعول. وبعد ما عملت هيفاء ماجيك عملية التحول غيرت اسمها في البطاقة وخلته ناي، لأنه ما كانش ينفع تتسمى في البطاقة باسم شهرتها، وطبعا اختفى اسم صبحي عادل ده تماما. وبخصوص اسمها الفني فهو على اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اللي بتحبها جدا وكانت متأثرة بيها جدا. ارتبطت هيفاء ماجيك بشاب اسمه ربيع بدر بعد ما عملت عملية التحول، وكان بيظهر معاه في مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، واتجوزوا بعد ما حصلت على أوراق تحولها إلى أنثى. بس الخلافات كانت مستمرة دايما ما بينهم، وانتشرت أخبار عن انفصالهم وطلاقهم أكتر من مرة، بس كانت هي بترجع تاني وتظهر معاه في كل مرة وتنفي الإشاعات دي. لكن بعد فترة في 2022 انفصلت هيفاء عن ربيع، وطلعت في فيديو قالت إنها هي اللي قررت تسيبه لأنه مرضيش يشتري لها هدية في عيد الحب. وبعد شوية راح ربيع اتجوز بنت عراقية، وحصل بينه وبين هيفاء مشاكل على السوشيال ميديا. حاولت هيفاء إنها تخلي زوج بلقيس السعودي سلطان بن عبد اللطيف ينفصل عنها ويسيبها، لكنها ما عرفتش تعمل كده، وطلعت واعترفت بالكلام ده، وكمان حكت عن أول علاقة حب في حياتها اللي كانت برضو مع رجل متزوج ومعرفش إيه حبها في الرجالة المتجوزين. وقالت إنها كانت في تايلند وكانت بتعمل أول غنوة ليها في حياتها، ووقعت في غرام شخص كان بيساعدها تعمل الغنوة، لكن زوجته عرفت واتطلقت بسبب علاقتهم، وبعدها بشوية سابت الراجل ده. وأخيرا ظهرت هيفاء ماجيك وهي بتعقد قرانها على الشريعة الإسلامية، وطلعت في فيديوهات على إنستجرام وهي لابسة حجاب وبتقرأ قرآن، وبتعلن زواجها في تايلند من رجل أعمال قطري، بس ما رضيتش تكشف عن شكله. في النهاية تفتكر وهتستمر جوازة هيفاء ماجيك من رجل الأعمال القطري فترة طويلة ولا هينفصلوا بسرعة؟